السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. اليوم راح نحل لكم مشكلة عدم اشتغال المايك في الهيدفون على الكمبيوتر. بعض الناس بتشتري سماعة هيدفون بكون معها مايك زي هذا، لكن ما بيزبط معها، ما بيشتغل معها المايك. طبعا زي ما انتم شايفين انا قاعد بسجل الان من المايك تبع الهيدفون، شايفين. طبعا حل المشكلة بسيط، يوجد حلين، بتختار اللي بيعجبك منهم وبتستخدمه. خلينا نفوت بسرعة على طول، ما بدنا نطول عليكم. طبعا يا جماعة الخير عندك حل من الحلين، اما تشتري هاي الوصلة وتوصلهن ببعض، السماعة والوصلة، وتوصل الوصلة بالكاسة وهيك بيكون اشتغل معك المايك. والحل الاخر هو انك تشبك المايك على الدبليو او مايك. انا منزل فيديو كيف تحول تلفونك كمايك للبي سي، لكن اللي ترك هون انك انت بتمسك السماعة وبتوصلها بالتلفون وبتشبك التلفون بالبي سي، وهيك نحل معك الموضوع. طبعا في موضوع اخر يعني هو اقل احتمالية انه يكون صاير معكم، لكن احتياطا راح نشرح لكم اياه بالفيديو. الا وهو تدخل على الكنترول بانل وتدخل على الصوت، تروح على الريكوردينج، بتلاقي عندك الاشياء الخاصة بالمايك. احيانا بيكون مثلا زي هذا هو المايك اللي انا بستخدمه، بيكون مش مفعل، فانت بتحط ست اس ديفولت وبتحط اوكي، وهيك ان شاء الله بتكون انحلت معكم المشكلة. طبعا هاي الثلاث حلول اللي انا اعطيتكم اياها مستحيل حل منهم ما يزبطش، لازم حل واحد منهم على الاقل يزبط معك، وانا زي ما قلت لكم بفضل خيار الوصلة. بتمنى يكون فاتكم هذا الفيديو، يعطيكم الف عافية. صحيح يا جماعة، اشتركوا بالقناة بدنا نصل 10,000 مشترك.